حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع شائك، لأنه البيت الداخل عدة مصالح وعدة تفرعات، وبالخصوص موضوع الحزب العمال الكردستاني والضغط التركي على العراق بموضوع المياه وموضوع الحدود من أجل الضغط على الحكومة العراقية بخصوص الحزب العمال الكردستاني. طبعا هاي مشكلة حقيقة أرى أنه يعني المشكلة الأساسية تكمن بالحكومة العراقية، أنه لا ترى مصلحة الشعب العراقي. أي إحنا في الدستور العراقي يكفل عدم السماح للاعتداء على أي دولة جارة من خلال الأراضي العراقية، فبالتالي حزب العمال الكردستاني هو يعتبر العدو الرئيسي لتركيا، واليوم إحنا في حاجة لمصالح من تركيا بخصوص المياه والتجارة والتفاصيل الأخرى، فبالتالي أرى من الأفضل أو والأهم أنه تكون المصلحة العراقية فوق كل مصلحة أخرى، فبالتالي ضرورة أنه العمل على إيجاد حل لهذه المعضلة، لأنه وضع بهذا الشكل سيخلق أزمات ونحن في غنى عنها والبلد في غنى عن هذا الموضوع. طيب البعض يقول لك بأنه اليوم على ما يبدو أن تركيا تراوغ باستئناف ضخ النفط عبر أنبوب جيهان، هل تتحمل اليوم حكومة السودان هذا التعطيل برأيك سيد حسين؟ احنا يعني انا كنت في لقاء يوم امس يعني في موضوع يعني موضوع الوزير الخارجيه التركي. تعرف اليوم العلاقات هي علاقات مصالح وليس علاقات صداقات او عداوات، فبالتالي تركيا تبحث عن من يعينها في موضوع حزب العمال الكردستاني، والعراق في حاجه الى موضوع تصدير النفط وموضوع المياه، فبالتالي هنالك تبادل علاقات تبادل مصالح. أرى من الأفضل للشعب العراقي والحكومة العراقية أن تعمل من أجل التخفيف. لا ننسى اليوم البلد يمر بمرحلة جفاف، إضافة إلى موضوع الوضع الاقتصادي وغلق أنبوب جيهان يعني مؤثر تماما على الوضع الاقتصادي العراقي، فبالتالي يجب أنه نعمل سوية من أجل المصالح العراقية العليا وليس المصالح الضيقة التي تخص جهة معينة أو فئة معينة. اليوم نحن في أمس الحاجة إلى وضع استراتيجية علاقات متوازنة مع كل الدول الجوار من أجل مصالح الشعب العراقي، لأنه حقيقة هنالك مصالح عليا وهنالك مصالح كما قلنا صغيرة. المصالح العليا مصالح الشعب العراقي هي الأهم وهي المفروض الكل تنظر لها بعين الاعتبار. نعم تركيا لديها مصالح في هذا الموضوع وتضغط من أجل ما تريده من مصلحة تخصها هي، تخص بلدها، تخص شعبها، فبالتالي يجب على أن الحكومة العراقية أن تتعامل بمصداقية حقيقية مع الشعب العراقي ومصالح الشعب العراقي.